هي ترتيب المفاهيم. ماذا قال المصنف؟ مسألة الغاية قبل منطوق، قيل منطوق، الغاية قيل منطوق. شوف ذاك الدقة الكبيرة جدا. ذاك شو يخدم العنوان؟ يبغى ديني المفاهيم هي ساعة ترتيب، ساعة ترتيب، هذه مور هذه. ترتيب من حيث القوة. إزوار بمفهوم الغاية. لو طرح عليك سؤال يقول لك ما هو ترتيب أنواع مفاهيم المخالفة؟ إلى مفهوم العدد، إلى مفهوم الشرط، إلى مفهوم الصفة، إلى مفهوم الغاية، مفاهيم. إلى قد زرت باللي مفهوم الغاية هو أقوى مفاهيم المخالفة، بدليل أن بعض العلماء يعتبروا مفهوم المخالفة منطوقا، اسمه ارتقى إلى درجة المنطوق. من هنا فهمنا بأن مفهوم الغاية هي أقوى أنواع مفاهيم المخالفة. صافي المسألة الثانية قالت مسألة مهمة، أعيد أشو دين المصنف. قال المصنف مسألة الغاية قيل منطوق. نقول له رحم بابك يا تجد نسم، ماذا كي يهضر الناس؟ لا لا هكذا يهضر الناس لحدد بوال. ولكن ننتبه جيدا، مدينة قيلة، قيلة صيغة تضعيف، تضعيف. أما كنت قبلت ماكيني نند وقيلة، بارك الله فيك، وقيلة وقيلة ماشي سورة، وقيلة ذي الشك، صيغة تضعيف وتقليل وتشكيك. ولكن ندوس هذا الشك قادرة وقيلة أدين أكايث الله، أكايث الله. صافي نساشو دينا في العنوان ترتيب مفاهيم المخالفة، إناد الغاية قيل منطوق. أما كنا غدي قار المنطوق كي الغاية المفهوم الغاية كان منطوق، ولكن هو ينتج من باب الأمانة العلمية، ولكن هو لا ينتصر لهذا الرأي. لو كنت فتح الدليل سي القرآن الآية 32 من سورة البقرة، ما إلا يونيفريث مطوثيس يعني إن شاء الله هوري ديلي يفريس تمزواروث وقيت طلق رجعين يفريس تيسناث يرسيد بعد يفريس تيسناث طلاق رجعي كدين ربي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. الآية في السادة الآية 229 من سورة البقرة. ولكن من بعد ما يعود يفريس تيسلاثة فإن طلقها ذا قد يسأل الآية 30 ذا شاستينر هل ترى يجوز المطلقين يعود جوجيدس بدن حتى تنكح زوجا غيره. الآية جميل دلنا ولا جيث مثلا حتى تفيد الغاية، غلا تفيد الغاية إلى غاية، معنى لا تحل له إلى غاية ذقي إلى المنطوق إلى المفهوم ذقي شرح حسيت فيما سبق. ولكن معلش ربحاً للوقت نكمل بعدين شو دين المصنف؟ ماذا قال المصنف بعدما قال الغاية قيل منطوق وصيغة قيل معنى للتشكيك والتضعيف والتقليل؟ وبعدين باش يقول بلي هذا ما نقبلوش هذا الرأي، يعني والحق مفهوم معناه أريق في لارة المنطوقة في قرمه وش منطوق هذا مفهوم، لأن الآية قيم السلام 32 لا يمكن أن نفهم ذلك الحكم الشرعي إلا عن طريق المفهوم لا عن طريق المنطوق، بالمفهوم بيقين، وهو الرأي الأقوى الذي انتصر له هو تجدين السبكي. ندوى الحق يعني يخدم تعقيب، عقب على ذلك بقوله والحق مفهوم، معنى أن دان كلاسي أن دان صنف ثقي يعني مفهوم الغاية ماشي في المنطوق لا في المفهوم، مفهوم المخالفة. إذن المرتبة الأولى مفهوم الغاية، المرتبة الثانية
ويتلوه الشرط، معنى في المرتبة أديس مفهوم الشرط. وبعدين إذا أن يقول مفهوم فالعدد، فالعدد يعني مفهوم العدد ذاك يعاون غير خدمة دي كونكليزيون مهمة جدا للترتيب. ممكن واحد يمكن يقول علاه سيدي دير هذه الأمور، علاه؟ نقول لك عند التعارض هنا القوة في الاستنباط. على الأصول ماشي حاجة بسيطة باش تستنبط الأحكام الشرعية من أديتها تفصيلية، والله هذه العثرة من قرآن. معناتها عند تعارض هذه المفاهيم نلجأ إلى هذا الترتيب فنختار الأقوى فالأقوى. معناها هذا سيد فائدة، نختار المفهوم الأقوى. لذلك عند مفهوم الغاية لمزيوره، من بعد يساد مفهوم الشرط ويسين، من بعد يساد مفهوم العدد ويسلاثة. هذا كلام انتهى المصنف.